مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا الكرام مع حلقه جديده من برنامج سوبر كوره. نبدا الحلقه كالمعتاد بفقره سوبر نيوز. خلوني ابدا فقره سوبر نيوز كالعاده. مشكله كاس مصر النهارده انطلق دور ال 32 بمباراه الزمالك والترسانه، انتهت بفوز الزمالك 3-0 وتاهل لدور ال 16، لكن المشكله خاصه بالبث الفضائي. اتحاد الكره فاكر لما يقول 2.5 مليون لكل قنوات هتتهافت جري في ظل الازمات المتلاحقه الماديه لكل القنوات. كل القنوات تقريبا احجمت عن شراء كاس مصر حتى الان بسبب مبالغه اتحاد الكره في السعر المطلوب، الا قناه واحده فقط اللي مشارك فيها راعي اتحاد الكره شركه برومو اد عمرو عفيفي، اللي طلب قال لك خلاص يبقى اخد الموضوع انا اكسكلوسيف ب 5 مليون بدل 10 مليون لما كان اتحاد الكره طالب لو قناه تاخد اكسكلوسيف تدفع 10 مليون. طبعا الراجل قال لك اصطاد في الماء العكره ومفيش قنوات جت فاخد 5 مليون، لكن قالوا له لا ستوب لان هو اوريدي عليه مديونيه 5 مليون و800 الف جنيه القسط اللي خاص برعايه اتحاد الكره اللي شركته ده بترعى اساسا اتحاد الكره من 1 مارس مفترض يدفعه ما دفعوش حتى الان وعمال يؤجل ويؤخر، وهيبقى في قرار حاسم معاه في جلسة يوم الأحد المقبل وربما يصل إلى فسخ تعاقده مع اتحاد الكرة. فرفض اتحاد الكرة بيع لهذه القناة بسبب أزماته مع عمرو عفيفي، وعارفين أنه قسمه بعد كده الكاس لشرايح، اللي عايز دور الستاشر يبدأ من دور الستاشر يدفع 2 مليون إلا ربع، واللي يروح دور الثمانية يدفع 1.5 مليون، ومن السيمي فاينل والفاينل يدفع 1 مليون جنيه في المباراتين. الحقيقه الاسماعيلي عمرو السوليه لاعب نادي الاسماعيلي عنده فتره معايشه مع نادي فياريال عن طريق وكيله تامر النحاس، لكن الاسماعيلي بيشترط على السوليه تمديد عقده لمده موسم جديد للموافقه على اعارته لفياريال. والاسماعيلي قال للسوليه انت لسه رايح تحضر فتره معايشه، مش عارفين اذا كنت هتنجح في هذه الفتره ولا لا، لكن في النهايه من دلوقتي من بدري بنقول لك مد عقدك لمده سنه عشان نوافق لك على اعارتك في حاله اجتيازك لهذه الاختبارات. في ضغوط بتمارس على فييرا المدير الفني لنادي الزمالك حتى يشارك في مباراه وديه في شهر يونيو المقبل امام فريق النصر السعودي، لكن فييرا رفض، بيقول ان اللقاء قوي ومش هيبقى معاه لاعبين دوليين، هيبقوا مع المنتخب في مباراتي زيمبابوي وموزمبيق في تصفيات كاس العالم. فالراجل فكلفه المجلس الاداره، كلف ابراهيم يوسف عضو مجلس الاداره ومريم عصمت عضوة مجلس الإدارة للجلوس مع فييرا علشان يقنعوا بالمشاركة في هذه المباراة. استاء شديد جدا في وزارة الدولة لشؤون الرياضة بسبب ان الموظفين والخبراء اللي خاصين بوزارة الدولة لشؤون الرياضة لم يشاركوا في اللائحة التي أصدرها وأعلنها الوزير العمري فاروق مؤخرا، وعدد كبير من الموظفين الحقيقة هم اللي اتصلوا بينا كمان وطلبوا ان هم يأكدوا ده. قالوا ان الوزير استعان بورشة عمل بتضم العديد من الشخصيات لكنه لم يضم اليها اي حد من الموظفين بالوزارة، رغم ان هم طلبوا على اعتبار انهم خبرات عديدة في صياغة اللوائح في السنوات اللي فاتت، لدرجة ان العمري دخل فيه مشدة على حسب برضو شهادتهم معانا مع كتير من مديرين العموم في الوزارة، وربما وصل الأمر للاحتداد اللفظي. وكان في اتجاه داخل الموظفين الآن لشكوى الوزير رسميا بعد أن ألغى في اللائحة قرار استثناء العاملين في جهات مختلفة زي الشرطة والجيش والوزارة، كل الموظفين في وزارة الرياضة والشرطة أو وزارة الشباب والشرطة والجيش ومديريات الشباب والصحفيين والكلام ده كان لهم عضويات مستثناة من الرسوم الإنشائية في الأندية، فلغى العمري من اللائحة الجديدة هذا الأمر. الموظفين قالوا طب الشرطة والجيش والصحفيين حتى والناس دي عندهم اوريدي انديه خاصه بالنقابات بتاعتهم يقدروا يروحوها، لكن احنا كموظفين ما عندناش انديه، فكان الشيء الوحيد لينا ان كل واحد جنب بيته نادي بيعفى من رسم الانشاءات وبيقدر يشترك باسرته بهذا النادي. جه العمري لغى كل الكلام ده، وهيبقى في احتمال بشكل كبير جدا شكوى الوزير، وبرضه في اعتراض على لائحه التكريم، في الحاجه اسمها لائحه التكريم، ان يبقى العمري عنده قصه كده خاصه انه لما يحب يكرم اتحاد او يحب يديله فلوس بزياده عامل حاجه اسمها لائحه التكريم، يعني يبقى هو من وجهه نظره كوزير الاتحاد ده شغال فيزود له دعمه خارج اللائحه المعتاده. ففي اعتراض على لائحه التكريم
وبتقال انه اللائحه دي معموله عشان كل الاتحادات تنصاع لاوامر الوزير، لانه من خلال هذا المنفذ هو بيمد الاتحادات اللي هو راضي عنها بفلوس ازيد مما تقول اللوائح او الموازنه بتاعه الوزاره. دي كانت اخبارنا في سوبر نيوز. نبدا الان او نخرج الان لنتابع اهم ما سياتي في حلقه اليوم.